مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد، أسبوع جديد على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم الحل بنديك. حنا معكم مستمعينا كالعادة من اللحظة حتى الأربعة، ساعة كنتكلموا فيها معكم وساعة كتنجاوبوا فيها على كل أسئلتكم القانونية. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بكل مستمعينا وبكل أوفيائنا. ومباشرة لحظة مستمعينا الكرام، غادي نرحب بالكوتش منى صباحي، مدربة معتمدة في التطوير الذاتي، اللي حاضرة معنا كل يوم اثنين. مرحبا بك كوتش منى. اهلا سكينة، اش اخبارك؟ الحمد لله، احوال طيبة على خير. الله يخطيك. الحمد لله. اليوم غنتكلموا اولاد الاسبوع، خصنا الحديث عن مفهوم الحرية من خلال تجارب اللي معايشة بطبيعة الحال. واليوم غنتكلموا على الحرية الشخصية، واختارتي كوتش منى أنه يكون حديثنا على عدة حالات، ماشي حالة وحدة، لأنه الملاحظ أن بزاف ديال الناس كيكونوا محتاجين لكوتشينغ في هذا الاتجاه. هذا المبدأ كيقول باللي حريتنا كتنتهي عند حرية الآخر، ولكن واش هذا السياق كنقدروا نحترموه جميع كأفراد؟ ربما هذا السؤال اللي كنطرحوه على نفسنا، وفي كثير من الأحيان كيعتبروا الناس يعني بعض التصرفات اللي ممكن تصدر منا قلة احترام وعدم اعتراف بالآخر، لربما احنا بالنسبة لنا كتبقى حرية شخصية. إذا كوتش منى، شنو هي تجارب اليوم؟ الحرية يعني من بين المبادئ ماشي المهمة، إنما الأساسية في الحياة ديال كل شخص فينا. الحرية ديال الاختيار، الحرية ديال القرار، الحرية يعني باش ما ندخلوش داك التداول العادي ديالنا ديال الحرية، انا ندير اللي بغيت ونفعل اللي بغيت. ولا كاين كذلك حرية ديال القرار، شنو باش ملي كنتاخذ واحد القرار واش انا حر في داك اتخاذ داك القرار، وشنو هي الحرية في اتخاذ القرار؟ كما قلتي، واش معناتها انني نتاخذ قراري وما سوقيش لي ريبيركوسيون او تبعيات ديال داكشي القرار اللي نتاخذ، يمكن على وحدين اخرين، يمكن على الاهل ديالي، يمكن على المحيط ديالي، يمكن على الناس اللي معايا في العمل. واش لانني حر فانا ناخذ اي قرار وما سوقيش في الاخرين. فعلاش فكرت اننا نتكلم على مجموعه ديال الحالات؟ لان حتى حد ما تيجي لعندك، يعني انا شخصيا عمري ما استقبلت هذه الحاله ديال شي حد كيقول لك انا محتاج نعيش الحريه ديالي او محتاج حريه اكثر. وانما كنلاحظوها ان مثلا واحد تيجي وتيخاف انه يدير شي حاجه لان خايف من نظرات الاخرين، خايف شنو يقولوا عليه، خايف كيفاش اللي يتقبلوه، لا هذه ما كدارش. لا، فواش هذا الانسان حر؟ فاكيد ما عندوش، ماشي حر. علاش؟ لانه حياته كامله تيسيرها انطلاقا من نظرة الآخرين، تيسيرها على حسب هذا شنو هيقول وهذا شنو ما هيقولش، فكتلقاه تيبلوكي راسو في كل شيء، مع أنه حر، يعني ماشي عبد، ماشي شي حد مقيد ليه الحرية ديالو، ماشي شي حد تيقول ليه يدير وما يديرش، هو لراسو وضع قوانين تتحكم ليه حياته بهذيك الطريقة اللي كتبلوكيه في كل شيء، تيلقى راسو ما قادر يعمل حتى حاجة. فهنايا تنشتغلوا مثلا في هذه الحالات بحال هكا اللي كيكون يسير حياته انطلاقا من نظرة الآخرين، كنردوه للنظرة ديالو الشخصية، شنو هي الأشياء اللي كتحقق ليه الرضا عن النفس، شنو هي الأشياء اللي تحقق ليه التوازن في الحياة ديالو، شنو هي الأشياء اللي كترضيه، تيتعرف على لي فالور، شنو هي القيم ديالو. وبزاف فينا ما تعرفوش شنو هما القيم، مش نهضروش على القيم يونيفرسال ديال النزاهة، الصدق، التعامل، ماشي هادشي، كنتكلموا على القيم الشخصية. كل واحد فينا عنده واحد المجموعة ديال الأشياء، واحد القيم اللي تيسير بها حياته بلا ما يحس، فخصو يكون كونسيونس، يكون واعي بها، باش تقراراته مين كيبغي يتخذها كتكون فعلا قرارات حرة، كتحترم القيم ديالو وما كتبقاش مقيدة بآراء الآخرين. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية هي ديال الناس اللي كتقول لك أنا ناخذ القرار اللي بغيت مادام أنا حر، نعمل في أي مجال، ندخل فوقاش ما بغيت، نخرج فوقاش ما بغيت. الحرية كذلك هي الإنسان الحر فعلا هو قادر على أنه يعطي واحد التقييم للقرارات او الاشياء اللي كيقوم بها، شنو هي التاثير ديالها على الاخرين. هذه هي قمه الحريه. فكان في هذه الحاله، في هذه كنشتغلوا على داك القرار اللي كناخذ، شكون الناس اللي كيقيس؟ واش هذاك القرار تيقيسني غير انا بوحدي؟ بغيت ندير هذه الشعبه يعني اللي هنقرا فيها انا هذا، ولكن راه الا درت هذه الشعبه وقررت نمشي نقرا في هذه البلاد، فان التبعيات الماليه الوالدين ديالي اللي يتحملوها، وهما مثلا واش قادرين ولا ما قادرينش. فالحريه كذلك كتعطينا واحد نوع من الاحساس بالاخر، تنعطي لكل اللي دي حق حقه. كاين حريه اللي الحريه ديال نخرج وما نخرجش، هذه من بين الاشياء. كاين الناس اللي ملي تتبغي تخرج للشارع ما كتقدرش تخرج بوحدها، خصها والا بدي يكون معها شي حد.
علاش؟ لأنها عندها دائما إحساس أنها مراقبة. إلا مشيت بوحدي في الزنقة كنحس براسي أن الناس الآخرين كيشوفوا فيا، فهنا كنتخلصوا من داك القيود اللي كنكونوا حنا حطيناها على راسنا ديال نظرة الآخر، ديال أنني مي كنكون ماشية في الطريق وأنا وغادي نكون بزاف في أكثر في عند النساء أكثر من الرجال، هذه المسألة ديال من ماشية وأنا حاضية الجسم ديالي، حاضية المشية ديالي، حاضية شكون شاف فيا شكون ما شافش فيا، عندك هذه من هنا عندك هذه من هنا، فتنخدموا على كيفاش أن الإنسان يتحرر من هذه القيود ديال النظرة ديال الآخر، أنه يحترم نفسه، أنه يعطي قيمة لذاته، أنه يقدر ذاته باش ما يبقاش متصل، باش ما يبقاش حاكم نفسه بهذه القيود اللي كيديرها هو انطلاقا من نظرة الآخر. نعم، واكيد كوتش منى غادي نوصل معك طبيعه الحال لقائنا، وغادي نوصلوا معك دردشتنا، وغادي نسمعوا كل المستمعين الكرام من خلال قصصهم طبيعه الحال على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك، ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم 5080 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. غنمشيو مع فاصل اعلاني بعد اختي الغنائي وراجعين مع الكوتش منى الصباحي. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك، وحكي لي نقصك على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك، او عبر الاس ام اس غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم 5080 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. غادي نمشي ناخذ معايا رساله كتقول: السلام، انا عندي مشكل مع الزوج ديالي، هو انه هذه اسبوع هو تيقول لي بلي بغى يعيش مع الام ديالو، لقيت اللي حنا هادي 18 عام وحنا مزوجين وبعاد، وعندي زوج الوليدات 16 عام و10 سنين، اش غادي ندير؟ ما فهمتش الصراحه، ما فهمتش هاد الحاله شنو معناتها. هو باغي يمشي يعيش مع يما، يمكن هو بغى يعيش مع دارهم هي ما بغاتش. لا، ولكن هي كتقول لك هذه 18 سنه وحنا بعاد، كيفاش بعادين؟ 18 عام ومزوجين زعما. اها، وشحال هذه وحنا بعادين؟ هذيك الجمله ديال حنا بعادين ما فهمتهاش. هي كتقول بانه عندها مشكل مع زوج ديالها، هو شنو هو؟ هذا الاسبوع هو تيقول لها غادي نمشي نعيش مع الام ديالي. غير هو بوحدو باغي يمشي يعيش؟ لا، غيمشي ويعيشوا زعما مع مهود. لقيتها هي اللي كتقول لك بانه هذه مزوجه به، هذه 18 عام. ايه، وعندها زوج الوليدات. عندها 16 عام وعندها 10 سنين. الصراحه شنو اللي خلاه يفكر هذه اسبوع؟ يعني هذه اسبوع هذه 18 سنه ديال الزواج، 18 عام وهي بعيده، كنقصد بها انا يعني 18 عام وهي بوحدها. وهي بوحدها، اوكي، دونك 18 سنه ديال الزواج وانتم عايشين بوحدكم، شنو اللي خلاه هذه اسبوع يفكر؟ واش الوالده ديالو اصيبت بشي مرض؟ واش مات الاب ديالو؟ واش بقات بوحدها في الدار؟ واش كاين شي سبب اللي خلاه يفكر في هذه المساله؟ في عوض ما اننا نتناقشوا في الموضوع ديال انا باغي نجلس بوحدي، ومن حقك بالطبع ان الانسان يكون في الفوايه ديالو، في البيت ديالو، في المملكه ديالو، لان 18 سنه وانت كتوجد في ذاك الدار، وانت عندك القوانين الشخصيه ديالك وطريقه العيش ديالك. اكيد زعما الانسان تهدي من بين الاشياء ديال الحريه الشخصيه، ان الانسان كيحس حر اكثر من كيكون البيت ديالو ماشي تيتقاسمو مع شي شخص اخر. ف شنو اللي خلى الزوج ديالك هذه اسبوع يفكر في هذا انه يمشي يعيش مع يما؟ نشوفوا الاسباب. فعطما اننا نشوفوا كل واحد فينا يبقى مصر على الجانب ديالو، انا باغي نجلس في داري، لا انا باغي نمشي نجلس عند يما، كيفاش نلقاو واحد النقاط ديال التواصل؟ يعني شنو هو شنو هو اللي باغي يحقه من خلال انه يعيش مع يما؟ يمكن واش انه يقابلها، واش انه يشوف يهتم بالامور ديالها، واش فيمكننا نقلبوا على حل ثالث اللي بلا ما نخليو حنا دارنا، وكذلك بلا ما نفرطوا في داك يما، خاصه اللي كانت كبيره في السن او كتعيش بوحدها، يا اما نلقاو لها شي وحده اللي تعيش معها، يا اما نمشيو لزيارتها مثلا جوج المرات في الاسبوع، يا اما هو يقدر يمشي يشوفها تقريبا كل نهار ماشي مشكل، يقوم بالامور ديالها ويرجع. يعني دائما نفكروا في حلول اللي تجمع بيناتنا، ماشي كل واحد فينا يبقى مصر غير على الجانب ديالو. ونمشي ناخذ مكالمات المستمعين. معنا لحظه اتصال، معنا سي محمد من الدار البيضاء. مرحبا بك سيدي محمد. اذا كنرحبوا بكل مستمعينا دائما على 0522 46 72 50 51 52. غادي ناخذ معنا لالا صابرين من الصويره. مرحبا بك لالا صابرين. انا صابرين اختي كبيره، لاباس عليك؟ مرحبا لالا، الله يطولي عمرك. كدير الكوتش؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك يا صابرين. معنا اليوم منى، تصدقي ماشي مشكل. منى بحال بحال، ربي يخليك. دير اختي منى، لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد. عفاك انا كنت فايت اتصلت بيه الدكتور، كنت هضرت لي انا واحد
انا كباغا نتزوج لواحد السيد، انا هي المره الثانيه، وكانت قلت لي انها هي مريضه ومريضه بالسرطان، وقال لي ماشي مشكل. ولكن مني مشيت مع هذا السيد، مشيت مع بحسن نيه، وقال لي زعما راني دافع الوراق داكشي. اليوم الصبح حتى كنتفاجئ ما دافعش حتى ورقه يا اختي، وبقى فيا الحال ما نكذبش عليك. بغيت غير الكوتشي يساعدني، انا اصلا عارف بانه غير كيضحك ولا ما عرفتش. هو دابا كيقول لك ما كنتفلاش، ولكن انا ما عجبنيش هذا الشيء. وفي العيد الكبير كان جات لعندي المرته وقالت لي الو هي كنسمعوك صبري تكملي. وقلت لك وفي العيد الكبير كان جات لعندي المرته وقالت لي راه الدراري هذا الشيء ما يبغوك ما يتقبلوكيش ما تكونيش معايا. ومن عيطت لها ثاني هذيك المره عيطت لي فهاد السيمانه نيت، قالت لي راه هذا الشيء اللي قلت لك هو اللي كاين. هي في الاول هي اللي كانت جات لعندي وكل شيء، هي اللي بغاتني وداك الشيء، وقالت لي راه ما تسكنيش معايا دابا الدراري ما متقبلينش وهادي وديك. انا قلت لي دير ليها دارها وانا داري وهي دارها، غير باش اننا نبقاو كل وحده تاخذ حريتها. وانا اختي دابا هو دابا اصلا دابا البارح دابا 3 ايام من نهار السبت طافي عليا تليفون كاع بالمره، ما عرفت واش ما عرفتش كاع شنو الواقع. ما قال لي لا هذه لا ديك لا تحرقت لا يديك ما يخليك. انا من عرفت الخبر عرفت اليوم، ولكن عرفت قبل نهار الجمعه كنت انا سولت واحد السيد في المحكمه على الوراق داكشي، قال لي ما دافع حتى ورقه. ملي قلت لها كيقول لك لا انا دافعهم، والقاضي كيقول لي ما دافع حتى ورقه، وهو كيقول لك لا دافعهم انا دافعهم ما انا كنبغيك وهادي وهادي. انا اختي وكيقول لك صابري عليا، هي مرات هي قالت لي قالت لك لا بغيتيني وهادي وهادي صابري عليا. صابري شحال في عمرك؟ عمري يا اختي 23 سنه وهو 41 سنه. ومالك على حالتك؟ مازال تبارك الله عليك صغيره، ومازال الحياه كلها قدامك، ومازال المستقبل قدامك، علاش تربطي حياتك بانسان كله مشاكل من الاول؟ وانا داكشي اللي قلت، ولكن هو كان راسم واحد الصوره زوينه ليا انايا، ماشي بحال هادشي اللي دابا هو فيه. ودابا اللي كان كيقول لك انني ندير لك مدرسه وهادي، وما عندي انني هو باك علوم. اها كيقول لك انك يعني نخليك تقراي، انا باغا نقرا دابا كندير الكونطا كنقرا فيها، قال لك ماشي مشكل تقراي وماشي مشكل انني اللي بغيتي نديرها ليك. فهمتي شي حوايج اللي انني شفتهم معاه كانوا زوينين في الحقيقه. ودابا صابرين هادشي تقدري ديريه لراسك، ما تحتاجيش شي حد باش يديرو لك. متفقه معاك، يعني الانسان ملي تيجي وتي وحدك بشي اشياء تيطيح لك في النقطه ديال الضعف ديالك، ديال انت باغا تكملي قرايتك وباغا ديري مشروع ديالك، وتيجي وتلقاه تيحقق لك في الاحلام داكشي اللي انت تتمنيه، فتبني عليه واحد الامل كبيره بزاف. يعني تنتفهم الشعور ديالك، الله يكون في العون. ولكن دابا هذا الانسان هانتيك اولا كله مشاكل، ثانيا عنده زوجه وحده اخرى، الزوجه ديالو مريضه، عنده ابناء، الزوجه ديالو يعني كتتصل بك كتقول لك في الاول لا تجلسي معنا، لا دابا الابناء ديالي ما متقبلينكش، يعني واحد المجموعه ديال المشاكل. المره اللي كتقبل انها تزوج بلا انا ماشي لا مع التعدد ولا ضد التعدد، يعني كاين ظروف وكاين حيتيات وكاين اسباب، يعني ماشي هذا هو النقاش ديالنا هذا النهار. غير هو المساله في هذه الحاله هذه بالضبط داخله انت على بزاف ديال المشاكل. عندك 23 سنه، يعني كنتفهم يكون شي حد اللي تيقول لك انا قطر الزواج دازني وانا ناخذ شي حد بعدها غير على الاقل ندير وليدات، ولا كيكون عنده واحد الاسباب. نتين هادشي اللي قلتي انه باش تكملي قرايتك وباش تعملي وجه هادشي تقدري ديريه به وبلا به. يعني 23 سنه تبارك الله عليك، نيفو باك، تقولي دخلي يا اما يمكن لك تكملي التكوين، يمكن لك ترجعي وديري الباك ديالك وتكملي الدراسه النظاميه، يمكن لك تشتغلي على هاد المسائل انطلاقا منك نتين. ما تربطيش الاهداف ديالك باشخاص، راه اكبر غلط كنديروه في حياتنا. ولو انه يكون زوجك، ماشي غير يعني مجرد مشروع زواج، لو انه يكون زوجك او اخوك ولا اي حد يعني من المقربين اليك، الا ربطتي الحياه ديال الاهداف ديالك بهم، غير تيوقع شي مشكل مع شي حد فيهم او غير تيتراجع على داك الشيء، الاهداف ديالك تسقط كتمشي كتلاشى، لانك ربطتيها باشخاص، ربطيها بك انتين. دابا ننتظري شويه، يمكن يكون عنده ظروف هذا الويكاند داك الشيء باش ما عيطلكش او ما هضرش معك، او مادام القاضي كياكد لك ان الاوراق غير ما محطوطاش وان المساله كلها يعني كتقولي انتين كاين كلها كذوب وكل هذا الشيء ما كاين. كنبغيك بالهضره ولكن الافعال ما كتبعش داك الكلام، اذا ما كاينش افعال حيت الهضره شكل والفعل في طريقه واحد اخر. ف خلي هذه المساله هذه بين قوسين، وركزي على الاهداف ديالك من انطلاق شخصي، من انطلاق ديالك انتين. رجعي لقرايتك، ديري مستقبلك، قدي مسائلك، ومازال عندك 23 سنه، ما عندك لاش تربطي نفسك بانسان كله مشاكل. نعم، ونتمنوا لها خير باذن الله. ناخذوا معنا لالا امينه من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا امينه. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
الله يخليك اختي، نخدم نهضر مع الكوتش. طبيعة الحال تفضلي، مرحبا. داكو بارك الله فيك. بغيت غير نقول لي عندي ديرنييرمون عندي مشكل مع راسي، وليت تنخاف من الموت، وليت دايره في بالي بزاف المرض، تيبانوا لي ولادي تنخاف، تنقول عندك شي واحد فيهم يمرض ويموت، ما عرفتش شنو وقع لي، ما بقيتش كنشوف واحد لا كونتينيتي للحياه ديالي. ما عرفت، كنحس براسي بعد ما بحال واحد، كنحس براسي صافي بحال بغيت نهرب، بحال ما عرفتش بحال ما عرفتش شنو غادي ندير، ما عرفتش شنو الحل. امينه شحال في عمرك؟ 34 سنة. شنو كديري في حياتك؟ دابا ما بقيت كندير والو. دابا ربات بعيد. وقبل شنو كنتي كديري؟ قبل كنت خدامة، قريت وبقيت خدامة حتى ولدت بنتي الثانية. تبارك الله. صافي 2 سنين. عاد باش جلست، عاد باش اريتي لو طرافاي. ولكن انا تنقول ما حسيتش بالفرق مع الدراري، مع الدار، مع الشغل ديال الدار، ما حسيتش بفرق كبير والله اعلم. حتى لقيت راسي بحال هكا. لا أمينة، هذا الخوف من الموت او الخوف من انقطاع الحياه كيجي كيقدر يجي من جوج الاشياء، يعني عنده بزاف ديال لي ريزون، مي في الحاله ديالك كنتكلم لك على جوج الاشياء. اولا من كثر التعلق ديالنا بشي افراد كنبغيوهم بزاف وكنحسوا انهم متعلقين بنا وانهم محتاجيننا، وكنقولوا الا انا ما بقيتش لهم شكون يقابلهم، شكون يعمل لهم، شكون يصوب لهم. الا تخلي هذا التفكير، هذا النوع ديال الوسواس في راسي، وبقى كيكبر كيكبر كيكبر، كنلقى انه كيسيطر ليا على جميع جوانب حياتي. فاي حاجه درتها كنقول ويلا مت، ويلا مرت، ويلا جلست للارض، ويلا نعس في الفراش، ويلا هذا شكون يقبل الوليدات، شكون يقبل الدار، شكون يقبل راجلي، شكون هذا. فكتدخل في هذه المساله هذه. الحاجه الثانيه هي الانجاز. الا كان عندي واحد لان حتى العمل اللي كنقوموا به سواء كان عمل خارج البيت او داخل البيت، يعني هذا ماشي تقليل من عمل المراه داخل البيت، على العكس، يعني السيده اللي كيكون اختيار شخصي ديالها انها تقابل وليداتها وتقوم بالعمل البيت ديالها، راه هي واحد المسؤوليه كبيره بزاف. غير هي واش كتعطيها نفس القيمه ديال العمل اللي كديروا على برا، واش كتعطي لك الانجاز اللي كتقوموا في البيت، يعني ما كتدخلش في الروتين ديال بحال البارح بحال هاد النهار نوض نطيب نوجد الوليدات مشيو للمدرسه للطياب غسل الواني من بعد منها وهي ماشي وهي ماشي وهي ماشي، حتى كتحس ان ما بقاش واحد الفرق ما بين الايام، الانجاز كيختفي. مي كيختفي داك الانجاز، يعني واحد الاشياء اللي كنشوفها حدايا عندها واحد ان ريزولتا، واحد النتائج. كنقدر ندخل في هذه المساله ديال انا واش عندي واحد القيمه في هذه الحياه ولا لا، شنو كندير ولا اختفيت. يعني الجانب الاول هو العلاقه بالاخرين، والجانب الثاني هو العلاقه بالانجاز. فرجع انت لنفسك وشوف شنو تغير في حياتك في هذه الفتره الاخيره اللي خلاك تدخلي في هذه المساله هذه. يقدر يكون مثلا موت شي شخص مقرب، خاصه الموت الفجائي او المرض ديالو، او شي حاله شتيها اللي خلاتك تقولي الا كنت انا في بلاصتها شنو يقدر يوقع. يعني حاولي تحددي فوقاش ظهرت هذه المساله. ثانيا حاولي تخلقي توازن اكثر في الحياه ديالك. محتاجين ان تبارك الله مع الوليدات، مع العمل في قلب البيت، مع هذا، واش مازال كطلعي؟ واش مازال كتعرفي شنو كاين في سوق الشغل؟ يعني مشي باش ترجعي للعمل، مع الاقل باش الانسان يبقى مطلع، باش ما يلقاش راسو واحد الوقت صافي مشى في واحد الاتجاه وانقطع على داكشي اللي كان كيحس انه عنده قيمه في حياته. الحاجه الثالثه هو الانسان يرجع للمسائل، ندخل لهذه المساله من المساله الدينيه او المساله ديال الاقدار. اولا الاعمار ديالنا ماشي بيدينا، الحياه والموت ماشي بيدينا. الموت ما كنموتوش حيت صغار ولا كبار، شحال من واحد كيتعدى 100 سنه وشحال واحد ما كيتعداش 10 سنين. ما كتجيش بالمرض، شحال من انسان كان طريح الفراش وجا واحد اخر شافه بقمه بالصحيحه ديالو بالسلامه، هذاك خرج من السبيطار والاخر مات بدون ما يكون عنده اي بوادر ديال المرض. نعم. فهي المسائل ماشي محسومه، ماشي ديال هذا حيت كبير هيموت وهذا حيت صغير اذا هيعيش، او هذا حيت مريض اذا هيموت، كتبقى اسباب. فالانسان ملي كيرجع لهذه المساله هذه كيعرف ان الاقدار، لان العمر ماشي ماشي بالمرض او غير المرض، ماشي بالسن وماشي ماشي بالكبر او بالصغر، ويرجع لحاجه اخرى، ما اصابك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك. فقط ما انني نشغل راسي بالاشياء اللي ما كنتحكمش فيها بحال المرض، وشي واحد فينا كيختار انه يصاب بشي مرض قبيح او يصاب حتى بالنزله، ما كنتحكمش راسنا واش تجيك نزله ولا ما تجيش. فهي اشياء اللي ما كنتحكموش فيها، ما كنتحكمش الجو واش يطيح الشتا ولا تطلع الشمس. كنخرج من دائره الاشياء اللي ما كنتحكمش فيها وكنمشي للاشياء اللي كنتحكم فيها. كنتحكم في الوقت اللي كنقضي مع الابناء ديالي، كنتحكم في لاكاليتي، في النوعيه ديال داك العلاقه مع الابناء، كنتحكم في الصحه ديالي انني نقبلها، ان ليجين دو في، انني ناكل بواحد الطريقه صحيه، ساعات النوم الكافيه. كنمشي نتحكم في داكشي اللي كنقدر نتحكم فيه، وكنخلي داكشي اللي خارج على السيطره ديالي ما عنديلاش نشغل راسي به، لاني ولو اني نشغل راسي به لا ما بغيتش حتى طيح هاد النار، ولكن حتى طاحت هاد النار اذا شنو غندير؟ ما نخرجش من الدار. واكيد مواصلين ومستمرين مع كوتش منى صباحي. غنتوقفوا مع فاصل اعلاني ونعود نواصل.
رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو برنامجكم الحل بين يديك، وحكي لنا قصتك على الإذاعة القريبة منكم. تنرحب بكم جميع وكنشكركم على وفاكم. حنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم حتى للربعة. تنرحب بالجميع وبكل أوفيائنا اللي كيتابعونا. أرقام الهاتفية مفتوحة لكم دائما أجل التواصل 0522 46 52 51 52. أيضا يمكنكم توصلوا معنا عبر الإس إم إس، غادي تكتبوا حل خليوا فراغ وصفتوا الرسالة ديالكم 50 80، ثمن الرسالة 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. أيضا يمكنكم توصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة البرنامج اللي هي الحل بين يديك. غنمشيو ناخذوا معنا لحظة مكالمة معنا لالا أسماء من طنجة. مرحبا بك لالا أسماء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكينا لاباس عليك؟ الحمد لله لالا، الله يطول عمرك. أخت منى اللهم لك الحمد. أسماء مرحبا بك. الله يخليك، المهم نطولش عليكم. كنشكركم على البرامج الرائعة في قناة ميد راديو. شكرا. فطرت تويز بشوية عليك. وي هذا هو المشكل ديالي، علاش غنهضر معاك وتمنى وهي كنفوتر بزاف ما عرفت في منايس. المهم المشكل اللي علاش عيط هو انني سيف الاجازه ديالي مؤخرا المهم عملت العرسه ديال 4 شهور ودابا انا جالسه نفطر، وكان عندي طموح انني نكمل ماستر ونزيد وداك الشيء، ولكن المهم دفعت في جوج ديال الماسترات ما تقبلش فيهم، ودفعت في واحد الاجازه اخرى ونفس الشيء عاوتاني كما لان انا كنت كنوجد الاجازه دات لي الوقت، وعاد كان عندي الضغوط ديال العرس، العائله كانت كتضغط عليا وداك الشيء. ما شحال قلت الايام الصيفيه ما استغليتهاش انني نحفظ فيها نقرا فيها نستعد فيها هذه الماسترات من هذه الاجازات. كان الضغط غير انني خصني ندوز العرس ضروري يدوز مزيان وكل شيء وداك الشيء. المهم عملت الخطأ العائله تخليت شويش على عكتبه، وانا مرتبطه بهم بزاف ما كنقدرش ندوز نهار وما قراش شي حاجه. تبارك الله عليك. ربي يخليك. ايوا دابا قلت لك كان جالسه في الدار وكنحس بواحد الفراغ بزاف، رغم انني كنمشي للمكتبه كنجيب الكتب من الدار وكنقرا وداك الشيء، ولكن والو كنحس راسي بحال اللي كنقرا من اجل العلاج. واخا انا كنستافد لكن تانس انني مثلا كنخدم شي باحث ولا كنعمل شي حاجه كنكون شاغله راسي وداك الشيء، وكنحس بان عندي شي هدف خدامه عليه. دابا واخا كنقرا وداك الشيء كنقول علاش يعني شنو باغي نوصل، بحال اللي ما قدرش نحدد الهدف ديالي. هذا من جهة. من جهة ثانية ما عرفتش علاش عندي الخوف من الوقت. كنحس الوقت كيمشي لي بسرعة، بحال دابا مثلا بعض الساعات كيجي بالي كنقول علاش ما نعطيش راسي الوقت نفتح هذا العام نفتح فيه نقرا شويش عليا نعاود فوندامونتال ديال الإجازة كامل زيد نضبط وداك الشيء، وكنكون ماشي مزيان واحد شويش لا كيجيني داك الوسواس لا الوقت كيمشي ما عرفتش شنو وهادي ما عرفت كيفاش نعمل باش نرتاح هذا العام هذا نحاول نستغلو على بد ما يجي شهر 9 إن شاء الله اللي ما جاو نحاول نتقدم مباراة أخرى إن شاء الله. ان شاء الله. انا يعني مدارك بهذا الخوف من الوقت. الخوف من الوقت علاش؟ لانك ربطتيه بالسنه الدراسيه. الانسان عرفتي تكلمنا عليها كذا مره، كنتمنى هذه الرساله توصل للجميع، هو ان التوازن في الحياه خصنا اننا ناخذ بعين الاعتبار جميع جوانب الحياه. الا خدينا غير جانب واحد وربطت حياتي غير بالقرايه مثلا بالسنه الدراسيه، من كتوقع شي حاجه بحال هكا انك ما تقبلتيش في الماستر فيها خير ان شاء الله الرحمن الرحيم وتستعدي للسنه الاخرى، كيبان لي بان ما عنديش الامتحانات هذا العام وهذه السنه ما دخلش في ذاك لو كورسوس يونيفرسيتير ديالي، اذا راه حتى حاجه ما كاينه، اذا الوقت كيضيع. اي حاجه درتها مادام انها ما مرتبطاش في التالي بواحد ليفالواسيون بواحد ليكزامان بواحد النتيجه ديال خصني ننجح، اذا فهي السنه ضايعه. داكشي باش خصك تعيدي النظر في الجوانب الحياه ديالك. شنو هي دابا انت عندك اهداف في الدراسه، هادشي جميل جدا تبارك الله عليك، الله يوفقك. يعني خديتي الاجازه ودابا كطمحي ديري الماستر ويمكن الدكتوراه من بعد، شيء رائع. ولكن الجوانب الاخرى ديال الحياه ديالك، في الحياه الزوجيه ديالك شنو الاهداف ديالك، في الحياه في مع الاسره ديالك شنو هي الاهداف ديالك، في العمل الجانب المهني شنو هي الاهداف ديالك، الجانب المادي شنو هي الاهداف ديالك، الجانب الشخصي انتين كشخص اسماء، الصحه ديالك لو بيانيتر ديالك الجسم ديالك النعاس والفياق، واش عندك اهداف في هذه الجوانب كلها ولا ما كايناش. الجانب الروحاني العلاقه مع الله عز وجل، فكل جانب من هذه الجوانب خصو اهداف. الا كنت حياتي كلها ماشي غير على شيء واحد اللي هو مثلا السنه الدراسيه، داكشي باش الوقت كيبان لك كيطير لان هاد السنه هادي ما تمش الاستغلال ديالها. فعيدي النظر في التركيبه ديال الحياه كلها ماشي غير في جانب واحد، ما نحاولوش نحلو غير الخوف من الوقت، وانما شنو هو التوازن اللي نقدر نحقق في حياتي، وكيفاش نقدر نستغل هاد السنه وبالورقه والستيلو
كيفاش نقدر نستغل هاد السنه باش انها تفيدني في السنوات القادمه. مثلا المطالعه ما ندير مزيان المطالعه، ولكن هاد المطالعه في داكشي اللي باغا نوجد فيه الماستر، باش العام الجاي منين نجي ندوز لونتروتيان نلقى راسي عندي واحد المجموعه ديال المعلومات، واحد الاستعداد كافي، ماشي حتى لاخر لحظه وكنبدا نوجد. نستغلها في التطوير الذاتي، نعرف كيفيه تسيير الوقت، كيفيه تسيير التوتر، كيفيه ديال التسيير ديال كيفاش يكون عندي الثقه بالنفس، كيفاش نحسن الصوره ديالي الشخصيه، كيفاش تكون العلاقه الزوجيه ديالي احسن. فنشتغل على التطوير الذاتي، وتلقاي ان هذه السنه استغلي من تجي ديري لو بيلان ديالها في تالي العام قبل من الموسم الدراسي، تلقاي انك فعلا استغليتيها وعشتيها كما يجب، انها ما ضاعتش. بالنسبه للماستر راه الا لاحظتي ان الجواب يكون عليهم بجوج بهذه الطريقه هذه، انك ما تقبلتيش هذا العام كان الضغوط ديال العائله، كاين راه درتي واحد الحاجه حتى هي زوينه انك تزوجتي ودرتي العرس ديالك ومشيتي لدارك، هذه واحد الجانب ايجابي اللي الذي لا يقل اهميه على الجانب ديال الدراسه. فنفرح راسي بداك الشيء اللي درت ونحمد الله عليه ونعرف اني درت شي حاجه اللي يمكن بزاف ديال الناس كيتمنوها ونزيد للقدام. نعم، ومشيو ناخذ معنا اتصال اخر. معنا سعد تسلم من العرايش، مرحبا بك سيدي. مساء النور اخت سكينة. مساء الخير، مرحبا سيدي تفضل. تحيه اليك وللطاقم التقني اذاعه مترو اليو والى الاخت منى. الله يبارك فيك اخت سلام. بارك الله فيك. انا عندي مشكله ودي الاخت سكينة. مرحبا سيدي تفضل. كوزه الاخت منى، انا مزوج هذه 21 سنه، عندي ثلاثه دراري. يعني انا عندي المراه يعني يعني ما كترفسش في الدار، هذا يعني عفاف ديال الناس. ملي كنقول لها ما نمشي ندير الناس كيقول لي ما نمشي، انا حره ما نمشي. دابا 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 صحافية، دابا انا لي خمس سنين دابا انا في الدار، ما مشى بحال يعني مشيت الربان وغادي رجع وغادي لا ما غاديش نبغي حتى واحد ترا. نعم؟ جالسه في دارهم دابا. في دار ما يعني قالت لي تما ما خليك معلق، ما تزوج ما خليك هيدا يعني ما صافي. انت شنو لقيت بها المدونه الاسره؟ قالوا لي خلصت النص هذه، خلصت 16 فرنك، خلصت 25 فرنك، ما عرفتش النيه، ما عرفتش النيه باش نخلص انا 16 فرنك 25 فرنك. حيتاش غدير طلاق شقاق؟ بغيتي تطلق؟ نعم نعم بغيتي تطلق منها طلاق شقاق، خاصك تخلص الصوائر. اي ولكن دابا سمعت انا في ديك الدار وبقيت جاز هيدا شويه، عاوز مشيت عندها تسعه يكون 11 الله رجع للدار ديالها تاع والو، يعني عندها راس واحد يعني بقات يعني تفكر تقول ودينا عندي كذا دراري مع السيده هذا وندير عقلي وما نمشيش ندير الناس ونتبع طريق الله، ولكن دابا قلبي ياسر قلبي يعني بحال اللي ما يعني راضيه كاع ما تهرش الاخت هنا. يعني هذه المرأة اللي ما ست من درك بزاف ما يمكنش نتاقى منها، خافت شوية من الله سبحانه وتعالى. سي عبد السلام، شنو هو المشكل اللي وقع بيناتكم باش خلاها أنها هزت حوايجها ومشات لدارهم؟ يعني قلتي لها ما تدخليش عند الناس، و 31 سنة ديال الزواج يعني تعودتي على بعضياتكم، يعني واش هذا الدخول عند الناس اللي بالنسبة لك مشكل واش عاد بان؟ ولا هي من دائما فحال هكاك ولكن عاد بعض ما تدبستيو عليه؟ هي لا اسمح لي، هي ما كانتش هيدا. هي مني بدي دخلوا بيا هذيك انسى يهضروا معاها، يعني بدي دخلوا في الشيطان، اجي يعني صافي ما بقاتش درسي في الدار، يعني كلشي كاع داود عندنا من الديار. يعني ترفقات مع شي حد، مع يعني مع نساء مثلا اللي شجعوا على انها تخرج من الدار وت... نعم انا قريب ما يعني نكون قريب خدام نجي نعد السطور بيدي العشاء بيدي الغداء بيدي اي حاجه يكون يعني. لا ولكن لحد الان سي عبد السلام ما فهمناش المشكل. دابا انت هاد السيده هذه 50 هذه باش خرجت من دارك وعند نعم. وعند وعند وعايشه عند دارهم وانتيا قلتي ما وقع بيناتكم حتى شي مشكل، بسيدنا انه ترفقات مع عيالات اخرين اللي بداو كيشجعوها ويقول لها ماشي سوقو ديري داكشي اللي بغيتي، ما عنده علاش يتحكم فيك الا غير ذلك، ياك؟ انت مشيتي درتي دعوه للشقاق، بان لك باللي الصوائر وهي من الطبيعي لانه انت دعيتي دعوه للشقاق خاصك تخلص صوائر معينه وتخلص مبالغ معينه للزوجه ديالك على الطلاق ديالها. اذا انت ملي شتي هذه المسائل هذه تراجعتي على الطلاق، مشيتي دخلتي الناس على اساس انهم يدويو معاها باش يمكن تنعل الشيطان وترجع، هي شاده فراسها وقالت لهم انا ما باقيش نرجع عند هذاك السيد.
دابا السي عبد السلام انت شنو بغيتي بالضبط؟ يعني فاش بغيتينا نعاونوك، فاش بغيتينا نوجهوك بالضبط باش نقدروا اننا نجاوبوا عليك؟ لانه هنا بزاف الحوايج درتيهم اللي ما يعني، وخمس سنوات راه مده طويله. نعم انا نتمنى يعني نتفكوا خاوه، يعني كل واحد يشبر الطريق ديالو، كل واحد يعني يشبر حاله. وليداتك يعني معامن؟ نعم وليداتك معامن؟ الاولاد لا، الاولاد كباري، واحد عنده 26، واحد عنده 24، واحد عنده 22. تبارك الله شباب، يعني ماشي صغار. ثلاثه ذكور، يعني ثلاثه ذكور حتى هما خرجوا من المتشردين. يعني كاين واحد الولد كيجي من المنطقه ديالنا، ما كنقولوش يمشي عند الاب ديالك، زور الاب ديالك، كنقول له يمشي لديك الدار اللي كنت نمشي انا، ديك الدار اللي كتبش يعني كتدخل لنا. كيجي الولد ديالك كيمشي لديك الدار، ما كنقولوش نصحو، نقول له ديرك الاب ديالك زورو، طلبني المسامحة، يعني لكن عندنا شي حاجة بين بعضنا، هذاك خلي بين بعضنا، وهذاك الأب ديالك ربما راه يسخط عليك أو يدير لك شي حاجة، يعني ما هذه ما كان يعني الطريقة اللي ما كنقولوش فيها هذه، علمنا شو صافي، يعني ما كنعرفش بأن الوالد لا في الشغل الوالد راه مش بروكسي صالحين، واش فهمتي؟ نعم واسمع، وهرب من فراش الزوج ديالها هذه 12 عام. هذه المراه وكنصاب الحوايج شويه جدي، كان انا ندير تربي يدي اي حاجه، وكنخلي على خاطره ربما غادي نسكر نقول اودي انا ندير الراس وندير العقال وندير الزوج ديالي، وعندي مع ثلاثه الاولاد، يعني انا حلفت لمع الاخت منى، حلفت لمع. ولكن سي عبد السلام 12 عام وانت ما كتهدرش، يعني شنو خلاك هذا النهار تهدر؟ انا هذا هو السؤال ديالي. زعما 12 سنه قلتي 12 سنه وهي هاجره فراش الزوجيه، و50 هذه وهي خارجه من البيت، يعني شنو اللي خلاك انت دابا عاد هدرتي؟ علاش صبرتي؟ علاش ما حاولتيش تحط الامور في النطاق ديالها؟ هذه 12 عام، يعني 12 عام الولد الصغير ديالكم كان عنده 12 عام 11 عام 10 سنين داك الساعات. نعم انا كنت نفكر الوالده ديما كتهضر لي، كنقول لها ودي اصبر معها، دابا فكرت بشي حاجه وربما العقل ولا يعني مكاع ما كتفكر. ماشي ملي كنهضر معاه كتبقى الحياح والطيح وتغوض، يعني تتزوج مع لي الحومه، يعني انا حلفت لي معاه. ملي كنبقى نهضر معاه السياسه يعني كتطلع للسماء، هي ما كتهضرش، كنقول ودي انا سير زوجي نحترمو، يعني مره ما كاينش مره. دابا انا حلفت لي معاه، جبت له واحد الامام في المسجد قال لي بدي يجيب لي ايات القران ديال الناس، علاش ما ياش نيكا ما كيعرفوش بان هو الامام في المسجد. حلفت لي معاه دابا المحامي شنو قال لك؟ نعم المحامي شنو قال لك في هذه الحاله بحال هكا؟ كنظن ان هنايا انت براسك قلتي هنا كاين جانب، نعم هنا كاين جانب قانوني اكثر منه. هنا عنده جوج حلول، سواء غيدير طلاق للشقاق، سواء غيدير رجوع البيت الزوجيه، وهو كنظن بانه لانه السيده هاجره بيت الزوجيه ازيد من خمس سنوات وما دارت حتى شي خطوه قانونيه، من حق الزوج انه يطالب برجوع الزوجه ديالو وخمس سنوات. ولا هو كيقول لك نتفارقوا خوت، هنا يعني صعيب، يعني مساله صعيب نتقى لها حل، زعما لانه كيقلب اكثر على حل قانوني، يعني ماشي حل ديال واش نرجعوا ولا ما نرجعوش. هو كيقول لك باغي نتفارقوا خوت، هما اصلا متفارقين، يعني ما كاين لا موده لا رحمه لا عشره لا والو، 12 عام هذه ما كاين بيناتهم والو، وخمس سنين هذه خلاص خلات الدار ديالها في نوبه. فهو دابا وصل للمحكمه ولقى داك الشيء فيه مصاريف بزاف ما قدش عليه، هنايا يعني خصو يقلب على الحل القانوني ماشي الحل. الحل القانوني هو هذا، سواء غيطلقها طلاق الشقاق، سواء غيطلقها طلاق اتفاقي وكيكون اتفاق بيناتهم، سواء غيدير الرجوع للبيت الزوجيه وغترجع الزوجه ديالو عنده. ديك الساعه رفضات فهي كتحمل مسؤوليه الرفض ديالها، ويمكن انها تطلب الطلاق ديالها من حقها قانونيا. هذه هي النقطه. نعم اذا احنا مازال مواصلين ومازال مستمرين، نتوقفوا مع فاصل اعلاني ونرجعوا لكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما الى حدود الساعه الرابعه. كنرحب بالجميع وكل اوفياء. غنمشيو ناخذ معنا السي رشيد من الدار البيضاء. مرحبا بك سيدي رشيد. السلام عليكم. لاله سكينه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي. نشكرك ونشكر الدكتوره، كنقولوا لها الله يفتح عليك فتوح العارفين. اللهم امين سيدي، الله يجازيك بالخير. ما كان عندي سؤال، انا كنت فيت مزوج وطلقت ومده دابا ديال شي سنه وربع شهور هكاك، وبغيت نعاود دابا مقبل على الزواج، ولكن عندي واحد التخوف. بغيت نعرف هذا التخوف من الناس. دابا انت مريتي بواحد التجربه ونهيتيها بالطلاق، الانسان يشوف شنو استفاد من هذه التجربه هذه، شنو هي الاشياء اللي تعلمتيها على راسك وعلى داك السيده اللي انت ما تقبلت ما استحلت العشره بيناتكم.
باش الانسان ما يطيحش عاوتاني في نفس الفخ. يا اما كيحاول انه كيخرج شي نوبات بلا ما يحس كيخرج داكشي ديال القديمه في الجديده، او انه بلا ما يحس كيطيح في نفس المشاكل او نفس كيقلب على نفس النوعيه ديال 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 الاشخاص اللي او ديال المراه اللي وقع لي مع المشكل. فجلس مع راسك سي رشيد وسول نفسك، انا هاد السيده هادي الاولى هادي ماشي دابا هادي اللي نتايا معها دابا ان شاء الله راح في مشروع زواج، الاولى كيفاش تعرفتي عليها، كيفاش دازت المراحل ديال التعرف، كيفاش وصلتي للقرار ديال الزواج، كيفاش ظهرت المشاكل، كيفاش حاولتوا تحلوها، كيفاش ما تحلتش داك المشاكل، كيفاش وصلتي للقرار ديال الطلاق، ونشوف الدروس اللي تعلمتهم من هادشي كامل. اذا كنولي عارف شنو هي النوعيه ديال الناس على الاقل او ديال المراه اللي ما نقدرش نتعاشر معاها، شنو هي الاسئله اللي دابا تقدر تطرحها على هاد السيده هادي وتقول لها هما الاسباب اللي كانوا خلوني انني ما نقدرش نستمر في الزواج الاول، ها هما كنطرحهم معاك وكنشوفوا كيفاش نقدروا بلا ما نوصلوا لهاد عاوتاني نتزوجوا ونوصلوا للمشاكل ونوصلوا للانفصال. وانت كذلك شنو هي الاشياء اللي تقدر تطورها في راسك باش تنجح العلاقه الزوجيه، لان دائما ما كيوقع الطلاق ماشي ولا بد المشكل غير في الاخر، ماشي ولا بد الاخطاء ارتكبها غير الاخر، دائما كيكون عندنا واحد المسؤوليه مشتركه، ولو ان الاخر يكون العيوب ديالو اكبر او انه هو اللي خلق المشاكل او مثلا الفراق جا من عنده، ما تيمنعش اننا كذلك استفدنا شي اشياء على الشخصيه ديالنا، على الطرق ديال التعامل ديالنا، على كيفاش انني من ندخل هذه العلاقه الزوجيه الجديده ان شاء الله الرحمن الرحيم، شنو هي الاشياء اللي خصني نغير في نفسي او نحسن من نفسي او بالعكس نزيد نكملها فيها باش ان هذه العلاقه الزوجيه تكون ناجحه باذن الله. نعم. رساله كتقول السلام عليكم، انا مدمنه على ميد راديو، كنحييكم بصداره ديالكم على المستوى الاذاعات الخاصه، وانتم ديما الرقم واحد عندنا، الله يخطيكم الله علينا، الله يطول عمركم بطبيعه الحال بكم، حنا مازال مواصلين. كتقول انا اليوم محتاجه للمساعده ديالكم، الله يجازيكم بالخير. انا عندي 21 سنه زوجه، وهذه 5 سنين باش مات الاب ديالها الله يرحمه، وانا كنت متعلقه به بزاف، ومن مورا ما مات وليت كنخاف بزاف على الناس اللي كنبغي حتى هما نفقدهم، وكنخاف من اي حاجه، وعلى قبل حاجه على اي حاجه قلبي كيبدا يضرب بزاف، ولا شي نهار كنت غدا نبات بوحدي في الدار ما كيجينيش النعاس، ديما كيجيوني افكار خايبين، عافاكم ساعدوني. الجانب الاول مين كنخافوا من فقدان الاشخاص، لان تقدر الواحد يبقى معك عايش ولكن ما كتشوفه، ما كتسول فيه، ما كتدوز معه اوقات، ما كتستمع تعبر الرفقه ديالو، فهذاك الوقت ما كنحسوش به معه، ولو انه ربي يطول لي في العمر ما نعرف حتى لين ويطول لينا حتى حنا في العمر ونبقاو معه، ولكن ما كاينش واحد الاتصال. فالقيمه ديال العمر ديالنا والقيمه ديال الاوقات ديالنا بكيفاش كنستغلوها، داك الشيء علاش من الاحسن الا بغيتي فعلا انك تعيش حياه مليئه وعفوات مع انك تقول ودابا هذا الا مات وانا عزيز عليا ولا، استغلي الوقت محدو مازال، لان ما كنتحكموش في الموت الحياه ديال الناس، ولكن كنتحكموا في الاوقات ديالنا اللي كنقضيو معاهم، سول فيهم على قدر المستطاع، تكون الزيارات، تكون الهدايا، تكون التعامل، يكون الا وقع شي مشكل نقولوا دابا هاد السيد ولا هاد السيده الا ما تغدى واش هاد المشكل عنده شي، يبقى عنده شي قيمه، مادام ما عندوش القيمه نلقاو ليه حل. هذه من الجانب الاول. الجانب الثاني ديال ان الخوف كتخاف تناسي بوحدك، هذا جانب واحد اخر ما فيها بس، كاين اللي كتستمر مع هذه القضيه، يعني ما تعطيهاش واحد القيمه كبيره بزاف. كاين اللي كيخاف انه يبقى بوحده في الدار، فقبل ما تجي تنعس تاكد ان السراج مشدودين، ان البيت مشدود، يعني كنتاكد من نقاط الامان في البيت. هذه المساله الاولى. الا كانت المساله ديال انك غير من كتبقى بوحدك كتكون عندك افكار، يكون عندك واحد الدفتر خاص بهذه المسائل، فمن جلس مع راسي نشوف شنو هي الاشياء اللي كتخلعني، كتخلعني مثلا حيت غدا توقع شي حاجه اللي انا ما متوقعهاش، كندير لا ليست المجموعه ديال الاشياء اللي كديرونجيني، وكندير قبلتها شنو هما لي زاكسيون، شنو واش بعد هذه الاشياء كنقدر نتحكم فيهم ولا ما نقدرش نتحكم فيهم، بحال مثلا الموت والحياه ما كنتحكمش فيهم، اذا ما خصنيش نشغل راسي بهم، وانما بالوقت اللي كنمضي مع هذاك الناس. الحاجه الثانيه اذا كانت متعلقه بالعمل او بالجانب المادي او بالجانب العاطفي او بجوانب اخرى اللي نقدر انا ندير فيها شي حاجه، ندير حداها دي زاكسيون، فحط ما انني نخليها غير في راسي كتبقى تضارب معايا وكنضارب معاها وكطير لي النعاس وكتجيب لي الخوف وكتجيب لي الارق وكتجيب لي التوتر، نحطها قبلتي وتكون عندي الشجاعه الكافيه باش اني نواجهها وباش اني نقول شنو هي لي زاكسيون، شنو هي الاشياء اللي نقدر نقوم بها اللي تعطيني حلول في هاد بالنسبه لهاد الاشياء اللي كتقلقني. نعم. رساله اخرى كتقول الله يخليك نصحوني، لقيت راجلي كيخوني في لافاك مرارا، واخر مره معاه واحد سيده من عائلته ومزوجه، طلب مني السماحه ووعدني ما يبقاش يفتح ديك الحساب، مي ماشي في لافاك فيسبوك، وعدني ما بقاش ما كتبالها بنت ليك
بون كتبوها في لافاك الو في الفيسبوك ما بقاش يفتح داك الحساب مي ما وفاش بوعدو صافي دابزنا ودابا ما كيهضرش معايا هادي 16 هادي نقولوا 16 اليوم و بون هادي ما فهمتهاش بالضبط كتقول كيفاش ندير معاه وشكرا هي في حقها كيفاش ديري مع راسك وعندها ثلاثة دراري اوكي يعني واش انت مكتشف هاد يعني واش الخيانة بالنسبة لك حيت كيشاطي مع مع بنات ولا مع نساء عبر الفيسبوك وكتلقاي شي كلام ساقط او كتلقاي شي اشياء اللي كتبين ان كاين واحد العلاقه خارج الاطار ديال الزوجيه واش يعني شنو كتقصدي بالخيانه هذه اول شيء واش اول مره ولا فايت لك اكتشفتي مادام عندكم ثلاثه ديال الابناء وميكتي عليها او تجاوزتيها او اعتبرتيها مساله اللي تقدر انها ما تعاودش وتكررت 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 وكيفاش كل مره كنتي كتواجهي هذه المساله هذه الحاجه الثانيه المساله الثالثه هو انت بالنسبه لنفسك شنو هي الحدود اللي تقدري توصلي شنو هي القرارات اللي تقدري تاخديها واش مثلا تقدري توصلي حتى للانفصال او لا واخا يكون وقع اللي وقع انا ما نقدرش نفصل انا ممكن لي غير نكمل مع هذا الرجل ومع الابناء ديالي باش ما نشتتش الاسره باش ما نضيعش الوليدات باش يعني شنو هي الحدود ديال القرار ديالك هذه الحاجه الاخرى من بعد منها شنو تقدري مثلا هاد الزوج قلتي قاطعين الهضره لانك اكتشفتي ولا هذا ففعت ما اننا نكتشفوا شي حاجه ونقولوا ما نعاودوش ليها نشوفوا شنو اللي كيدفع لاننا نوصلوا لهاد لي براتيك او هاد الممارسات فحال هكايا واش كاين شي نقص في قلب الدار واش كاين شي حاجه اللي ما كيقدرش يعبر لك عليها فكيقلب انه يعبر عليها على برا واش انت مهتمه بالابناء ونسيتي هو واش يعني ماشي ما تنحاولش انا نلزم اللوم عليك شحال من وحده كدير لي عليها اكثر من القياس ومع ذلك تيكونوا فلاتات يعني هذا اللي فيه لوفيس اللي فيه شي مشكل راه ماشي بالضروره لان الاخر كيستفزوا ولكن كذلك نشوفوا شنو نقدروا نطوروا من انفسنا شنو نقدروا نلقاو مادام اننا باغيين نستمروا في هذه العلاقه نلقاو حلول فعطما انني نركز غير على وقعت الخيانه كيشاطي داير الفيسبوك كيدير هذا نشوف شنو نقدروا نطوروا باش نلقاو واحد الحل مشترك شنو اللي كيدفع هذا الرجل انه يقوم بهذا شنو اللي ناقصه او شنو اللي كيقلب عليه او فعوض ما أننا نقلبوا غير على نشوفوا أن راها نهاية الدنيا وأن الأبواب مغلقة وأن أنه فعل فظيع وأن نقلبوا على الحل فعوض ما أننا نبقى في الدوامة ديال الثقل النفسي والعاطفي ديال هذه المسائل في حال هكا رسالة اللي غنختموا بها كتقول سلام أنا بغيت منى تنصحني أنا خطيبي ما كيقدرش يعبر إلا كان مقلق ما كيقدرش يقول شنو مقلقو ما كيقدرش يفرغ وما كيشكيش على دوك الحوايج اللي داخلين ديالو اللي تيقلقوه وكيخلي داك الشيء في قلبو كيفاش نتعامل معاه كيفاش نخليه يشكي عليا همو هاد المسألة كتجي أولا مع الوقت يعني كل واحد فينا والطبع ديالو واش قلتي أنه ما كيعاودلكش داك الشيء اللي مقلقو إذا باش كتعرفي أنت راه مقلق واش لانه ما كيبقاش يهضر معاك واش لانه كيولي ساكت واش يعني شنو هي داك لي سيني اكستيريور لمادام هو ما كيعبرش شنو ما كيعبرش يعني بالكلام شنو هما لي سيني اكستيريور اللي كيخليك تقولي بانه مقلق وما عجبوش الحال وانه شي حاجه مديرونشي هذه الحاجه الاولى على واش داك لي سيني حقيقيين ولا غير انت مثلا كتشوفيه ساكت اذا راه هو مقلق واش ملي كتوليه كتقولي مالك شنو مقلقك كيقول لك ما مقلقني حتى حاجه او كيقول لك والساعه لا ما فيهاش ما نهضر حتى هذا النوع ديال يعني واش كاين انكار ديال ان شي حاجه مديرونجيه ولا فقط انه كاين الاعتراف بان شي حاجه مديرونجيه ولكن ما فيش ما يتكلم هذا عطيه الوقت كاين الناس لو انه خطيب ديالك يعني يمكن تتعرفوا هذه واحد المده ديال الاشهر او يمكن سنه او مازال ما قادرش انه يفتح لك القلب ديالو باش انه يعاود لك اللي مديرونجيه ماشي لانه ما عندوش الثقه فيك ولان بزاف الناس كتعتبر انه الا عاودت لك على المشاكل ديالي فانا كنعاود على الضعف كنتحط راسي في موقف ضعف وكاين اللي كيقول ان الا عاودت لمرتي او الخطيبه ديالي المشاكل اللي عندي هتشوفني انسان ضعيف وتقدر ما تبقاش كتحترمني فالمساله نبني الثقه بيناتنا ما نركزش ما باغيش انه اهم شيء من بين اون فيت ماشي اهم شيء من بين اهم الاشياء في العلاقه الزوجيه هي الحريه ماشي حيت حنا مزوجين او كنستعدوا للزواج فخصني نعرف كل حاجه عليك الشاده والفاده وشنو مديرونجيك وفاش كتفكر وفين دورتي عينك وفين راه كل ما كنحاولوا نكونتروليو او نراقبوا الطرف الاخر بهذه القضيه الا كنزيدوه انه ينفر الا كنزيدوه انه يحاول ما امكن يحافظ على واحد الجانب من الحريه الشخصيه ديالو انه يحافظ على واحد النوع ديال الخصوصيه فالزواج ماشي هو انني نعرف كل شيء على الاخر
بقدر ما انه هو نحترم داك الخصوصيه او نحترم الا كان شي جاني ما بغاش يتكلم عليه، ونبني العلاقه ديال الثقه ونخلي ان المبادره تجي منه ماشي بلا فورس ماشي بزز. وغادي نمشيو للحظه مستمعينا الكرام بطبيعه الحال مع هذا الاختيار، وحنا كنشكروا الكوتش منى صباحي مدربه معتمده في التطوير الذاتي دائما على المعلومات الطيبه، واكيد انه الموعد غيتجدد بك منى غدا ان شاء الله. غدا غنتكلموا على الحريه ما بين الازواج، ربما هذا من ضمن المشاكل الكبيره ما بين الازواج. راجل كيقول لك مراتي كتخنقني ما كتخليني ندير شي حاجه، الراجل المراه حتى هي كتقول لك راجلي كيخنقني ما كيخليني ندير شي حاجه، شنو هي حدود الحريه ما بيناتهم؟ غدا غنتكلموا في هذا الموضوع، غنعيشوا تجربه معك جديده كوتش منى صباحي ان شاء الله. شكرا لك. اذا المستمعين الكرام في انتظار انني نودع الكوتش منى ونستقبلوا جميع بطبيعه الحال الاستاذ سعيد الناوي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول المحامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد الاجابه عن كل اسئلتكم القانونيه. غنتوقفوا اللحظه فالمؤذن ينادي لصلاه العصر حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي، تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفره والاجر والتوفيق.